السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. درسنا لهذا اليوم إنجليزي للصف الثالث ابتدائي، صفحة 36 و37، يونت 2 لسن 8، الوحدة الثانية، الدرس الثامن. موضوعنا اليوم عن الغراب العطشان. The clever crow. Crow الغراب، clever الذكي. كرو الغراب. The clever الذكي. الغراب الذكي. Listen, look and read. يعني انظر واقرأ. Number two. Crow is very thirsty. Crow is very thirsty. الغراب جدا عطشان. هذا الغراب جدا عطشان. Very جدا، thirsty عطشان. الغراب عطشان جدا. قلنا grow معناته الغراب، thirsty عطشان. Grow is very thirsty. Number two. He sees a jack next to a school. He sees يعني هو رأى جيك، يعني هذا الجيك مال المي او الجرة مالت المي، الجيك اللي احنا نسميها بالعامية جيك مال المي. الجيك next to بجانب او بقرب school المدرسة، يعني هو رأى هذا الجيك مال المي بقرب او بجانب المدرسة. He sees a jack next to a school. He sees a jack next to a school. Number three. There is some water in the jug. There is some water in the jug. يعني هو هنا كان هناك القليل من الماء في هذا الجك. Some water يعني القليل من الماء أو بعض من الماء. There is some water in the jug. القليل من الماء. Number four. But Crow can't drink the water. But Crow can't drink the water. يعني الغراب كانت لا يستطيع شرب drink الماء. لا يستطيع شرب الماء. But لكن الغراب لا يستطيع شرب الماء. But Crow can't drink the water. هنا ما يستطيع الغراب يشرب الماء لأن هنا الماء قليل ما يقدر يوصل له. شنو قال الغراب؟ I can't do it. يعني أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، يعني لا يستطيع أن يشرب. I can't do it. Number five. He thinks. يعني هو فكر. And thinks وفكر. يعني هو فكر وفكر. نا and و. هو فكر وفكر. He thinks. هو فكر وفكر. Number seven. Then Crow has an idea. يعني هو شلون نقول اجت له فكرة. هو فكر اجت له فكرة. شنو قال؟ I can't do it. يعني أستطيع أن أفعلها وأستطيع أن أشرب الماء. Then Crow has an idea. Idea يعني فكرة. هنا يقول I can يعني أستطيع. هنا I can't يعني لا أستطيع. I can't do it. لا أستطيع. هنا من إجت للفكرة قال I can't do it يعني أستطيع. 8. A crow puts a stone in the jug. يعني هو وضع الحصى أو الحجر في الجك. Crow puts a stone in the jug. هنا وضع الحجر. هنا ظل يعد الحجارة. One stone يعني واحد. هذه الحجارة وحدة. One stone هنا وضع حجارة واحدة. One stone. Two stones
two stones حجارة ثانية. هنا وضع الحجارة الثانية two stones. هنا stone هنا stone يعني حجارة واحدة مفرد two stones. two stones هنا جمع صارت هنا stones هنا stone هنا stones هنا s الجمع لأن two جمع هنا خلى الحجارة الثانية two stones. three stones. three stones هنا وضع الحجارة الثالثة three stones. four stones الحجارة الرابعة five stones الحجارة الخامسة six stones الحجارة السادسة seven stones الحجارة السابعة eight stones الحجارة الثامنة nine stones الحجارة التاسعة ten stones هنا وضع الحجارة العاشرة وضع هنا الحجارة العاشرة ارتفع الماء ارتفع هنا الماء في الجك now الآن crow can drink the water الآن يستطيع شرب الماء هنا وصل لهذا الماء وهنا استطاع الغراب أن يشرب الماء clever crow الغراب ذكي يعني هنا الفكرة مالت الغراب كانت فكرة ذكية وهو وضع الحجارة في الجك حتى المي يرتفع ويقدر يوصل للمي ويستطيع أن يشرب الماء now الآن crow الغراب can drink يستطيع كان يستطيع drink يشرب the water الماء clever crow الغراب ذكي now crow can drink the water clever crow هسه راح أقرأها مرة ثانية the clever crow crow is very thirsty He sees a jack next to a school. There is some water in the jack. But the crow can't drink the water. ماذا قال? I can't do it. He thinks and thinks. هو فكر وفكر. Then the crow has an idea. Crow puts a stone in the jack. One stone, two stones, three stones, four stones, five stones, six stones, seven stones, eight stones, nine stones, ten stones. Now, crow can drink the water, clever crow. وانتهى درسنا لهذا اليوم مع السلامة.